بكم أعزائي المشاهدين وهذه الحلقة الجديدة من هنا سوهاج، والتي نقدمها لحضراتكم من داخل مركز التدريب الإقليمي التابع لمديرية الصحة بمحافظة سوهاج. فتعالوا معنا وهنا سوهاج. مشاهدين نحييكم في بداية حلقة اليوم من هنا سوهاج. يسعدني أن ألتقي الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج. دكتور سامي، ونحن في قلب مركز التدريب الإقليمي التابع لمديرية الصحة هنا في محافظة سوهاج. هذا المركز الإقليمي يقدم الكثير والعديد من الخدمات لأطبائنا وبما يعود بالنفع على مواطنينا هنا داخل محافظة سوهاج. لو حضرتك تلقينا الضوء على هذا المركز وأهم الخدمات اللي بيقدمها هنا داخل محافظة سوهاج. طبعا نرحب بحضراتكم ونرحب بالسادة المشاهدين. ومركز التدريب الإقليمي لمديرية شؤون الصحة بسوهاج التابع لوزارة الصحة ده منارة علمية لجميع فئات والقوى البشرية للمقدم الخدمة، سواء كان أطباء بجميع تخصصاتهم، سواء كان قوى بشرية تمريض أو الإداريين وهكذا. المركز التدريب ده معتمد من طبعا التنظيم والإدارة إن هو منارة تدريبية، وجميع الشهادات اللي بيتم الحصول عليها أو اجتيازها من الدورات التدريبية للعضو المشارك لأي ندوة دي معتمدة للترقيات. يعني بالنسبة للسادة الأطباء عشان يترقى من درجة إلى درجة لابد يكون حصوله على عدد معين من حضوره على عدد معين من الدورات التدريبية والمؤتمرات العلمية وورش الطبية والعمل. فطبعا ده بالنسبة لمركز الإقليمي بسوهاج هنا بيوفر هذا الكلام. طب لانه يسافر القاهره لاحد مراكز التدريب المعتمده عشان يحصل على تلك الشهادات. فاحنا وفرنا على جميع مقدمي الخدمه الطبيه وجميع منافذ الموجوده بسوهاج. وفرت الجهد والمال. وفرنا الجهد والمال والاجهاد والكلام ده كله والساده المدربين. تقدم له الساده المدربين لحد عنده هنا. هو المركز التدريب فيه طبعا مدربين زائد كل حسب التخصص بيتم استخدام المدرب المعتمد من قبل وزاره الصحه والمراكز التدريبيه المعتمده عشان يلقي المحاضرات والندوات العلميه للساده الاطباء. تمام. دكتور، حضرتك النهارده شاركت في المؤتمر العلمي الاول للعلاج الطبيعي. انطباع حضرتك عن المؤتمر واهميته، حضرتك قيمه وقامه علميه كبيره هنا في سوهاج. هو حضرتك جميع الورش العمل واللقاءات العلميه احنا بننادي بيها من اول ما يعني تشرفت بالتكليف بوكاله وزاره الصحه بسوهاج، لان صقل مهارات القوى البشريه بيعود على بالنفع على المريض، ان هو ان الطبيب ومقدم الخدمه وصل بيوصل الى علمه مثلا اخر ما تم الوصول اليه، فبالتالي بيقدم الخدمه للمريض لتلافي اي مضاعفات او معوقات. المركز التدريب الاقليمي زي ما بقول لحضرتك كده يعني بيقدم كل الخدمات العلميه والورش التدريبيه لمقدمي الخدمه الطبيه. تمام. كل ما هو جديد في مجال الصحة والطب أكيد حضرتك حريص عليه مع السادة الأطباء للإطلاع عليه. اللي ينقص مثلا المركز التدريب في لدعم وخدمة الأطباء هنا دكتور، ولا كل حاجة داخل المركز التدريب متوفرة وموجودة ولا ينقصنا أي شيء؟ العلم بتقدم والاحتياج بتزيد ومفيش حاجة في الدنيا أنك مستكملة 100%، ولكن على قد مؤتمرات اللي حضرتك والاحتياج أنت بتوفر الإمكانيات. يعني مركز التدريب الإقليمي النهاردة اعتمد لمنح شهادة الاي سي دي ال العالمية. تمام. وجاري اعتماد جمعية القلب الامريكية لتدريب الانعاش القلب الرئوي. تمام. سواء كان الاولي او التداخلي. بدي سمعة طيبة وكويس عن المركز التدريبي هنا في الخارج والداخل يا دكتور. هي حضرتك مش حكاية السمعة فقط، احنا يهمنا حصول الطبيب او الممرض اللي موجود بيقدم الخدمة على الدورات الطبية العلمية اللي هو محتاجها عشان يقدم خدمته في مكانه في سوهاج. هي دي
دي الفكره فقط لا غير يعني. طيب رساله لكل المشاركين النهارده في المؤتمر النهارده وكل اطبائنا اللي يعملوا داخل مركز الاقليمي، قال لهم استغلوا اليوم المؤتمر العلمي للعلاج الطبيعي ومعرفه استخدامات الليزر في علاج الامراض لرفع لاعاده تاهيل المرضى المحتاجين، واستغلال جميع الورش العمل والاسئله المطلوب الاستفسار عنها من الساده المحاضرين لصقل مهاراتهم الطبيه ان شاء الله. حسن محروس حسن، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة السوهاج. دكتور حسن، المؤتمر العلمي الأول للعلاج الطبيعي، ماذا يعني هذا المسمى وإلى أي الأمنيات والأهداف التي ينوي هذا المؤتمر تحقيقها من خلال انعقاده اليوم؟ هو طبعا أنا هتكلم فكرة عن العلاج الطبيعي. احنا أما جينا لمديرية الصحة لقينا أن العلاج الطبيعي يعني وظيفة، لكن احنا ان شاء الله كان عندنا رؤيه ان العلاج الطبيعي يتطور كطب. فمن هنا جت ان الطفره اللي حصلت ان احنا نعمل اول مؤتمر طب علاج طبيعي في محافظه سوهاج. المؤتمر يهدف للتدريب ورفع الكفاءه، تمام، وكمان الاطلاع على احدث تقنيات العلاج الطبيعي في مصر وفي العالم ان شاء الله. تمام. احنا بنحلم شويه ان بلدنا تتغير ونوصل لمرحله ما قلش ابدا عن الشعوب الاوروبيه ان شاء الله. ان شاء الله. يعني اهم الساده المشاركين في المؤتمر النهارده يا دكتور، اهم الساده المشاركين في المؤتمر الدكتور سامي النجار وكيل الوزاره، واساتذه العلاج الطبيعي الموجودين، تمام، مدير اداره العلاج الطبيعي الاكتف اللي هي منظمه المؤتمر، تمام. المؤتمر ده ده كبدايه، هينبثق منه عده مؤتمرات. الحاجه الثانيه هيكون فيه ان شاء الله زي مؤتمر كبير ربع سنوي في تدريب، وفي تدريب عملي بالايدين عشان لرفع كفاءه الاطقم العلاج الطبيعي اللي عندنا. بعد رفع الكفاءه يعقوبه ان شاء الله نحاول نعمل مراكز متخصصه لطب العلاج الطبيعي، اللي هو الاهتمام بالعلاج الطبيعي هيقلل التكلفه بتاعت العلاج، هيخفف من الام المرضى، هيساعد على وصول المريض لاعلى معدلات شفاء، تمام، هيساعد في التاهيل الحركي للمرضى والقضاء على الاعاقه. تمام. العلاج الطبيعي ايه اللي ينقصه هنا داخل محافظه سوهاج يا دكتور؟ يعني باعتبار حضرتك مسؤول كطب علاجي في مديريه الصحه، ومديريه الصحه بتقدم الدعم لكل الاقسام العلاجيه هنا في سوهاج، انت حضرتك ايه اللي شايفه ممكن تقدمه مديريه الصحه للعلاج الطبيعي هنا داخل سوهاج؟ رفع كفاءه الاطباء، بعد شويه مراكز، بعد كده يعقوها خطوه مراكز متخصصه للعلاج الطبيعي بيكون فيها حجز واقامه، بيكون فيها احدث وسائل واحدث اجهزه للعلاج الطبيعي. تمام. مستشفياتنا المركزيه اللي حضرتك يعني تتبع حضرتك، يعني عندنا مثلا 12 مستشفى مركزي غير المستشفى العام والنوعي، المستشفيات دي فيها اقسام للعلاج الطبيعي؟ ايه فيها، كل مستشفى مركزي فيها قسم علاج طبيعي بيشتغل، وان شاء الله على مدار، هو بيشتغل صباحي لكن الايام الجايه في خطه يشتغل على مدار 24 ساعه ان شاء الله.
يسعدني أن ألتقي دكتور رأفت لويس وهو محاضر في المؤتمر العلمي الأول للعلاج الطبيعي. دكتور رأفت بنرحب بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك أخصائي عظام. عظام، جراحة عظام. النهاردة المؤتمر الأول للعلاج الطبيعي. مزبوط. إيه علاقة العظام بالعلاج الطبيعي؟ هو العلاقة بيننا وبين بعض علاقة مشاركة وتكاملية في مصلحة المريض. أهم حاجة بعملها إن أنا بأبعت المريض بعد العملية أو قبل العملية عشان يحصل له ريهابليتيشن أو تظبيط للمصل بتاعته أو العضلات بتاعته، وببعت للدكتور علاج الطبيعي عشان المريض يرجع لما هو لحالة ما قبل الجراحة وما قبل العملية. الفكرة الرئيسية في الموضوع إن لازم يبقى في كونتاكت أو في اتصال بيني وبينه، ولازم أوصل أنا وهو لأحسن حالة المريض ممكن يوصل لها. بالنسبة لزمايلنا في دكاترة العلاج الطبيعي حاليا في ترند جديد أو في حاجة جديدة نازلة اللي هي الليزر ثيرابي، ودي حاجة هتفيدنا كتير قوي بعد العمليات وفي بعض الأمراض الخاصة اللي ترجمها بالعربي العلاج بالليزر في بعض الأمراض. العلاج بالليزر هيبقى مفيد في بعض الأمراض الخاصة بالالتهابات الأوتار، التهابات الأربطة، خشونة المفاصل، ألم أسفل الظهر، وده برضو للحقيقة كويس جدا يوصل لمحافظة السوهاج بالذات في الفترة الأخيرة. برضو دكاترتنا في العلاج الطبيعي هنا موجودين والناس كلها أوير بالأبديت بالتطور اللي حاصل حاليا، فده شيء جميل بصراحة. يعني دكتور رفعت، إيه الحالات وبحضرتك باعتبار يعني استشاري أو متخصص عظام، إيه الحالات العظام اللي تستدعي علاجها في العلاج الطبيعي؟ أنا مش طبيب مش متخصص، أنت ممكن تفيدنا لأنه ممكن حد بيكون بيشوفنا دلوقتي من السادة المشاهدين، إمتى اللي عنده مشكلة في العظام يلجأ للعلاج الطبيعي؟ للأمانة نقول أغلب الحالات، أشهرهم حالات الخشونة وحالات التهابات المفاصل، حالات ما بعد الجراحة وما بعد العمليات، حالات الانزلاق الغضروفي، الانزلاق الفقاري، كل ده بيحتاج علاج طبيعي. حضرتك سميت الجهاز الجسمي الإنسان كله. العصب الحركي كله. هي القصة بس بتبدأ دايما، هل العيان مستجيب للعلاج العادي ولا هل محتاج مساعدة وتكملة ومؤازرة من علاج تاني؟ في ناس بتقول لك العلاج الطبيعي ده علاج ترفيهي. يعني ولا هو علاج مكمل اساسي ولا ايه اطلاقا؟ واللي بيقول عليه علاج ترفيهي غالبا ما مرش بمرض او بظروف تجبره على الاحتياج للعلاج الطبيعي. بالعكس، ده العلاج الطبيعي في بعض الحالات هو العلاج الوحيد. يعني مرضى الجلطات واساتذتنا ودكاتره مخ واعصاب يكاد يكون وبيعتمد اساسا على العلاج الطبيعي، والعيان بيرجع يمشي بس مش مجرد عشان خد الادويه الكيماويه بتاعته، لا ده عشان العلاج الطبيعي بتاعه. مرضى التشوهات الخلقيه في الاطفال او ضعف العضلات او التشوهات العضليه كله بيعتمد اساسا على العلاج الطبيعي، فهو مش ترفيه على الاطلاق، لا اطلاق اطلاق اطلاق. نصيحه حضرتك للي هم يعني عندهم مثلا مشاكل في العظام انه يتوجه على الفور لمراكز العلاج الطبيعي؟ بص حضرتك، هو بيتوجه لدكتور عظام عشان يشخصه، فبيروح بعد كده لدكتور العلاج الطبيعي عشان يكمل البرنامج بتاعه. بس النصيحه الحقيقيه بقى اللي هقولها للمرضى المصريين بتوعنا، لو سمحت القصه مش مجرد علاج طبيعي وعلاج عادي، القصه الحقيقيه ان في مسج بتاعتك او في رساله بيديها لك دكتورك سواء دكتور العلاج الطبيعي او دكتور العظام، انك تعمل تمارين معينه في البيت او تعمل اجراءات معينه عشان تساعد نفسك، لو سمحت التزم بيها. احنا لوحدنا كدكتور عظام او دكتور علاج طبيعي برضو غير كافيين، انا بديك تمارين تعملها في البيت، بديك ارشادات معينه تمشي عليها في طريقه قعدتك وطريقه نومك وطريقه مشيك، لو سمحت التزم بيهم لان دول هيساعدونا وانت الطرف الثالث والاهم في العلاج بتاعك. أعزائي المشاهدين، يسعدني أن ألتقي دكتور حمدي الهواري وهو محاضر في المؤتمر العلمي الأول للعلاج الطبيعي. دكتور حمدي بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. الليزر بقى يعني متهيألي بيتدخل في كل حاجة خاصة في العلاج الطبي، ولكن عندما نذكر الطب والعلاج يبقى الأمور يتطلب الدقة ومراعاة كل كلمة. عايزين نتعرف السادة المشاهدين العلاج بالليزر، يعني إيه علاج بالليزر
الليزر وكيف يستخدم الليزر في العلاج الطبيعي؟ تمام. اولا نشكر النهارده معالي السيد وكيل الوزارة الصحة بسوهاج، ونشكر إدارة العلاج الطبيعي على تنظيم هذا المؤتمر وهذا الحفل الكبير الذي يضم نخبة من أخصائي العلاج الطبيعي وممارسين العلاج الطبيعي بمحافظة سوهاج. برضو نشكر السيد وكيل الوزارة على افتتاح مركز التأهيل بقريتنا في سفلاء، وده مركز تأهيل لعلاج حالات الشلل الدماغي وحالات الأطفال. شيء جميل يا دكتور أنه يفتتحوا مثلا مركز تأهيل في قرية، كان حلم القرية أن يوصل لها أي خدمة طبية باستثناء الوحدة الصحية اللي ممكن ما نلاقوش فيها خدمة طبية. لا، هو فيه طبعا خدمات طبية بس ما كانش فيه مركز علاج طبيعي كبير يعني يعتبر، فلا ده مركز كبير وتأهيل على مستوى لحالات الشلل الدماغي وبرضو لحالات كبار السن برضو لألم العظام والأعصاب برضو. ندخل على الليزر. بالنسبة لل في المجال الطبي، تمام، في طبعا بتستخدم في حاجه اسمها هاي باور ليزر، تمام، ليزر عالي التردد، وفي لو ليفل ليزر اللي هو الليزر منخفض التردد. في طبعا الاستخدامات الليزر عالي التردد ده بنستخدمه في الجراحه، تمام، في العمليات الجراحيه، في علاج الاورام، في العلاج الجراحي عموما يعني، تمام. لكن بالنسبه للعلاج الطبيعي احنا بنستخدم الليزر منخفض التردد. بالنسبه لنا الليزر منخفض التردد ده طبعا ده ليزر علاجي، ده تضخيم للضوء بيتسلط على الجسم الانسان، تمام، بيعمل تفاعل مع الانزيمات والجزيئات اللي موجوده في الجسم عشان يفيد المريض بدرجه معينه. الليزر ده بيبقى له تردد معين، حسب التردد بنشوف الاستفاده منه، تمام. بالنسبه بيعالج برضو التئام الجروح، تمام، بيسرع التئام الجروح وخصوصا في مرضى السكري، تمام، بنشوف مرضى السكري كتير بسبب الجروح بيحصل له باتر والكلام ده كله، لكن وغرغرينا والحاجات دي. لكن بالنسبه مع استخدام الليزر بيسرع الالتئام، ما يديش فرصه ان يحصل بعد كده غرغرينا وباتر، وده طبعا برضو بيقلل الالم في حالات الخشونه وفي حالات برضو بعض الامراض الروماتيزميه للمرضى اللي عنده مشكله والام في المفاصل. الليزر بيقلل معانا الالم اللي موجود في المفاصل وبيقلل الالتهابات اللي موجوده حوالين المفصل وبيساعد على زيادة المدى الحركي للمفاصل دي. بس تمام. طيب علاجه في العلاج الطبيعي استخداماته، انت اتكلمت عن الليزر في الاستخدامات العامة. الاستخدامات العامة زي ما احنا قلنا في استخداماته في العلاج الطبيعي بيزود التئام الجروح، بيقلل معانا الالم، بيقلل الانفلاميشن اللي هو الالتهابات اللي موجودة في المفصل. طيب مكلف يا دكتور العلاج الليزر ده؟ يعني مش مكلف طبعا، احنا حاليا وزارة الصحة والمديرية الصحة في سوهاج وإدارة العلاج الطبيعي موفرة أجهزة ليزر بمعظم من مراكز العلاج الطبيعي داخل محافظة سوهاج، ومتاح بأسعار مخفضة للمراكز الحكومية. متاح في كل مراكز في العلاج الطبيعي. أي مواطن بسيط يقدر يحصل على خدمة الليزر، تذكرة بسيطة ويقدر ياخد الليزر العلاجي في أي مركز علاج طبيعي تابع لمديرية الصحة في سوهاج. أعزائي المشاهدين، يسعدني أن ألتقي دكتورة كريستينا سمير أحد المشاركين في المؤتمر العلمي الأول للعلاج الطبيعي. دكتورة كريستينا، يعني لو حضرتك تكلمينا عن أهمية هذا المؤتمر في صقل المواهب الأطباء خاصة شباب الأطباء بكل ما هو جديد وحديث في مجال العلم. طبعا أنا بحب أشكر طبعا وكيل الوزارة ودكتورة كلارا، دكتور سامي ودكتورة كلارا، إن هم أتاحوا لنا التدريب هنا. طبعا بشكر مركز التدريب، أتاحوا لنا الفرصة إن احنا نيجي نعمل مؤتمر عن الليزر. طبعا استفدنا حاجات كتير، طبعا بنتكلم من دور الليزر في العلاج. نقول عدد الأطباء المشاركين اللي هم الشباب زي حضرتك كده اللي هيستفيدوا مثلا؟ لا، أكتر من طبعا أكتر من 120، كلهم خريجين وكلهم أخصائيين وممارسين علاج طبيعي معنا في المستشفيات.
طبعا دي فرصة حلوة للناس حتى الخريجي ان هم لسه متخرجين جديد او حديث التخرج ان يعرفوا اكتر عن الليزر والافكت بتاعه او تأثيره في العلاج الطبيعي والحالات. حاجة جديدة انه ندخل الليزر في العلاج الطبيعي ولا كانت بيستخدمها قبل كده ولا ايه؟ كان ليه استخدامات بس يعني مش كتير مننا كان طبعا احنا مستشفى المتوطنة كانت يعني جالنا من احدث الاجهزة اللي هو ايزي وان على مستوى الجمهورية تقريبا ما فيش غير 3 اجهزة ده عبارة عن ديود ليزر واحنا كنا جايين النهاردة ان احنا نعرف اكتر عن الليزر لانه من احدث الاجهزة اللي موجودة على مستوى الصعيد. حضرتك طبيبة علاج طبيعي دكتورة مستشفياتنا والمراكز العلاج الطبيعي المنتشرة اللي تبع وزارة الصحة فيها العلاج بالليزر ده ولا لسه هيبدأ يدخل الخدمة؟ لا هو احنا لسه اللي جايبينه جهاز جديد هو ده الوحيد على مستوى الصعيد هو تقريبا 3 اجهزة على مستوى الجمهورية كلها عندنا احنا الجهاز ده اللي هو هي فازت بحاجة الحمد لله صحية بس فاحنا كنا جايين النهاردة ان الجهاز ده بنتكلم احنا ممكن نستخدمه في حالات الدرما اللي هو حالات الجلدية ممكن نستخدمه في حالات السيرجري او الحالات يعني انا عايز افهم حاجة في المنظومة دي هو جهاز وحيد طب هتحطوه في اني مستشفى ولا وحيد من نوعه تقصديه ولا وحيد ان هو واحد بس اللي هو حديث جدا هو في طبعا معظم المراكز العلاج الطبيعي عندنا اجهزه ليزر بس مش يعني مش احدث تقنيه زي لكن الليزر كده هيبقى موجود طبيعي في المراكز الوحدات الصحيه بالظبط طيب تمام اللي هو الجهاز الوحيد ده هيبقى فين ده في مستشفى الامراض المتوطنه عندنا في سوهاج ده هنبقى مخصصين له زي قسم خاص بيه طبعا هنعالج بيه الحالات واحنا جايين نعرف اكتر النهارده مع دكاتره عن استخداماته طبعا بنستخدمه في حالات العظام حالات الاعصاب في بعض الحاجات البسيطه بس طبعا مش تخصصنا حالات الجلديه وحالات لا ممكن نستخدمه في حاجات اسمها هيربس زوستر او كده اللي هي الحاجات اللي بتطلع حوالين البق حاجات بسيطه يعني حاجه سوبرفيشال كده او حاجه سطحيه اعتقد يا دكتوره جهاز واحد هيكفي كل اللي محتاجينه هنا والاستخدامات بتاعته هو اوريدي موجود اجهزه تاني بس مش بالتطور الجهاز اللي عندنا في مستشفى المتوطنه دي نقطه النقطه تانية ممكن نستخدمه برده في الجراحات مثلا لو حد مثلا عامل جراحه معينه بيعمل زي ووند هيلينج او بيعمل التئام للجروح اسرع حتى القدم السكري اللي بتحصل مضاعفات ممكن يستخدموه ممكن يستخدموه طبعا دي تخصصات في مشاكل كبيره في القدم السكري بيتعاني منها بعض المواطنين بنستخدم عليه ليزر بنستخدم برده زي ما قلت لحضرتك اللي هو التئام الجروح والحاجات زي كده بوست سيرجيكال شكرا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة على أمل أن يتجدد بنا اللقاء في حلقة جديدة قادمة وهنا سهاج.